دلوقتي مشاهدينا، يعني هنتكلم دلوقتي مع حضراتكم عن النموذج اللي قدمته مصر للهجره، التصدي للهجره غير الشرعيه في 2016. الحقيقه انا لما باجي اتكلم عن الهجره دايما قبل ما اتكلم عن الهجره غير الشرعيه لازم بتكلم عن الهجره الداخليه، الهجره من المحافظات، ان الناس تسيب الاقاليم وتيجي على القاهره، فكره المركزيه، ان الناس تسيب صعيد مصر وتيجي على القاهرة. أنا عارف إن مش ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه، بس أنا دايماً أول ما بتيجي قدامي كلمة الهجرة لازم أتكلم في الموضوع ده. إيه اللي وقف الهجرة برضو من الأقاليم ومن الأرياف ومن الصعيد مصر إلى القاهرة؟ المشروعات اللي اتعملت عندهم، ما هو أنا بعمل فرصة وبعمل مشروع عنده في المكان اللي هو موجود فيه، فأنا كده وفرت عليه وأثرت عليه المسافات، هو مش محتاج يتغرب. ويمكن دكتور عاصم الجزار كان بيتكلم في نقطة مهمة جداً، إن أنا وفرت فرصة عمل حقيقية. قبل كده كنا بنعمل مشروعات قومية مش بنفس الكثافة في المحافظات، فبالتالي أنا وفرت فرصة عمل لكنها فرصة عمل غير حقيقية، بمعنى أنه هذا الشخص عنده اقتصاد موازي بيقوم بيه، سواء عنده نشاط اقتصادي مصغر، بيرعى حتة أرض، بيرعى ماشية، أيا كان هذا الاقتصاد، فأنا بقول له لا، ده احنا هتروح المحافظة اللي جنبك على طول، برضو في الصعيد بس اللي جنبك على طول. فهو الراجل عشان يسيب مكانه ويروح هناك للمحافظة التانية، ما هو كده خلاص ساب كل حاجة، لأنه هيروح يقيم جنب مشروع أو جنب شغله الجديد. لكن دلوقتي احنا بقينا بنوفر بالفعل فرص عمل حقيقية، المشروعات بقت موجودة مش حتى في مراكز المحافظات، لا في قرى المحافظات. نرجع للموضوع اللي كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، هو الهجرة غير الشرعية والتجربة المصرية في التصدي لهذه الظاهرة، وبرضو ده بيرجع في النهاية للمشروعات اللي اتعملت اللي وفرت فرص عمل للشباب والمبادرات اللي اتعملت في هذا الإطار. عندنا لقاء دلوقتي هنروح نتابعه، وما زلنا طبعا في متابعة مستمرة لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ولكن يمكن الأهم دلوقتي قبل بداية الورش الرئيسية هي الورش التحضيرية اللي موجودة داخل مركز المؤتمرات، زي ما احنا شفنا قبل كده على مدار اليومين اللي فاتوا. طبعا لسه ما زالت هذه الورش بتتحدث بقى عن جائحة كورونا وما بعد جائحة كورونا والتنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات الهامة جدا اللي هنناقشها، ولكن كمان جزء مهم جدا هو الأساس اللي بني عليه المنتدى هو حضور الشباب ومشاركتهم في المنتدى وقدرتهم على التعامل مع صناع القرار والحوار المباشر مع صناع القرار. ولكن كمان مهم جدا في موضوع الشباب هي فكرة الهجرة غير الشرعية أو الهجرة بشكل عام، إزاي نقدر نقنن حاجة زي دي. عشان كده في ورش كمان خاصة وحضور مهمين جدا موجودين يتكلموا معنا ويتحدثوا معنا عن فكرة الهجرة غير الشرعية وتعامل الشباب مع المنتدى. عشان نتكلم عن ده أكتر دلوقتي معايا ضيفي ميسيو لوران دو بوك، وهو رئيس البعثة الممثلة لمنظمة الهجرة الدولية. هبتدي معاه دلوقتي الحوار. مستر لوران، we're so glad. مرحبا بك اليوم. حدثنا في البداية عن المنتدى ولماذا تحرص على حضوره. Why did you attend the forum and what do you think about the forum in general? No, thank you very much. It's a first a pleasure. شكرا جزيلا، ويسعدني أن أكون هنا، وهذه هي المرة الثانية حيث شاركت في المنتدى عام 2019، وللمرة الثانية أرى المنتدى مبادرة ممتازة لتسليط الضوء على القضايا العالمية وكذلك التحديات التي يواجهها شباب اليوم، لأنهم هم شعوب المستقبل، ونحن كمنظمة نولي الاهتمام الأكبر بالشباب ليس فقط في مصر ولكن في بلدان أخرى عديدة، ونحن نعمل مع الشباب لأنهم أحد الأعمدة الأساسية الإنسانية للعمل، ونحن نعمل معهم ولصالحهم لتحقيق مستقبل أفضل. بمشاركتك في الجلسات المنعقدة قبل الجلسات الرئيسية للمنتدى، شاهدت مشاركة الشباب في بعض القضايا المختلفة وربما منها قضية الهجرة، فمن وجهة نظرك كيف يؤثر الشباب في الهجرة غير الشرعية؟ youth regarding the illegal immigration. Yeah, we work on informing the youth on all. نعم نعمل على رفع وعي الشباب بكل ما يتعلق بالهجرة، فربما تكون إحدى الحلول لعدد من التحديات التي يواجهها الشباب في هذه الأيام. وفي الحقيقة نريد أن نحذرهم بمخاطر الهجرة غير المنتظمة، ونحذرهم كذلك لأن هناك من يريد أن يحصل على أموالهم باعتبار أن الهجرة حل سريع، ولابد أن يؤمنوا بالتوجهات المستقبلية لتحميهم من الاستغلال، من استغلال تجار البشر أو المهربين. فهناك من يختار الهجرة ولكن لا يهتم بحياته، لأن المهربون لا يهتمون إلا بالحصول على الأموال من أشخاص يريدون الهجرة
وباعتبارها الحل السريع. ومن هنا يتوجب علينا أن نخبرهم بأنه ليس هذا هو الحل الأمثل، لأن هناك ضوابط للهجرة، وهناك أيضا برامج عديدة لشباب يعلم ذلك، ونحن نعمل مع الشباب ولمنظمات شبابية لإيجاد الحلول المناسبة. نعم، قد تكون الهجرة أحد الحلول، ولكنها ليست هي الحل الوحيد. فلابد للناس أن تفكر في الاستثمار في بلادهم بالأموال التي يدفعونها للمهربين، حيث قد يمكنهم خلق وظائف على المستوى الشخصي والمجتمعي وكذلك العائلي. ونحن نعمل كذلك مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، حيث لدينا 78 دولة عضوة في المنظمة، ونعمل وفق اتفاقيات بين الدول الأعضاء لتيسير عملية الهجرة الشرعية، حيث توجد برامج للشباب مثل شباب مصريين الذين هم رواد أعمال في أوروبا وهم في صورة هجرة شرعية تماما حتى لا تتأثر حياتهم. ولذا نحن نعمل على العديد من الاتجاهات، ليس فقط للوقاية من الهجرة، بل ولإيجاد حلول حتى تكون الهجرة هجرة مناسبة ولا تكون هي الحل الوحيد. So there is a lot of dimension we work on to prevent, but also to identify solutions. Migration is not the unique solution. Sir, exactly as you said, they are paying money for the smugglers, and actually they are risking their lives. كما ذكرت، أن المهاجرين يدفعون الأموال للمهربين ويخاطرون في حقيقة الأمر بأرواحهم. وذكرت من قبل بأن هناك برامج في مصر في السنوات القليلة الماضية التي تكافح الهجرة غير الشرعية. إذن فما هي رسالتك لشباب مصر بشأن الهجرة غير الشرعية؟ وهل تعتقد أن هذا النوع من المنتديات تساعدهم في الابتعاد عن فكرة الهجرة مقابل المال؟ Would like to migrate just for money. Well, I just come out of from a discussion. لقد حضرت مؤخرا نقاش حول العمل من أجل المناخ التي قدمها شباب مصريين، والتي تناولت المبادرات الموجودة في مصر، وهي مبادرات اقتصادية تساعد الشباب للحصول على الأموال بل وكسب الأموال من خلال مشاركة في التكيف المناخي، وهذه إحدى الخطوات. وكذلك هناك شباب عرض مشروعات ناشئة في دول أخرى حول العالم وريادة أعمال بقيادة شبابية، وهذا يبرهن على أنه كلما كانت هناك إرادة كانت هناك فرص. وكذلك الحكومات، سواء الحكومة المصرية أو غيرها من الحكومات الأخرى حول العالم، تدعم هذه المبادرات إما بتقديم قروض منخفضة الفائدة أو الدعم المالي والفني. ونحن نعمل أيضا على تبادل المعرفة الفنية بين الدول الأعضاء، فعندما نرى مبادرة واعدة في إحدى الدول نعمل على نقلها إلى البلدان الأخرى، لأن تبادل الخبرات بين الدول يعتبر عاملا مهما، والشباب هم سواعد هذه التبادلات. فلذا هناك الكثير من الفرص، وكما قلت، فكلما كانت هناك إرادة كانت هناك حلول، ونرى هذه الإرادة في الحكومات وكذلك المجتمع المدني التي تقدم خدمات. وما تحتاجه سوى أن تعرف أين هذه الخدمات وكيف نصل إليها، وهذه تعتبر من إحدى الأمور المهمة التي نعمل عليها هنا. Offering services, we just need to know who they are and where they are to get access to them, and that's a key issue. Thank you, Mr. Laurent Dubrow. شكرا لك سيد لوران على وجودك معنا اليوم. شكرا لكم. Thank you, sir. ويعني وزي ما شاهدنا سويا، يعني يمكن ده جزء مهم جدا، وهي فكرة الهجرة غير الشرعية اللي احنا فعلا الدولة كانت بتعمل عليها خلال الفترة اللي فاتت، وبتحارب الهجرة غير الشرعية عن طريق طرق كتير جدا، اما عن طريق ان هي تمكين الشباب او عن طريق طبعا انشاء المشاريع الجديدة. ولكن اهم حاجة كان بيتكلم عليها مسيو لوران دوبروك، وهو رئيس البعثة اللي موجودة هنا في مصر لمنظمة الهجرة الدولية، هي فكرة التعلم والتعليم والسماع لرأي الشباب. وكان بيشيد كمان بالمنتدى وقال انه مش دي النسخه الاولى اللي حضر فيها، ولكن هو كان موجود هنا في 2019 وشدوا وجود الشباب وارائهم وتفاعلاتهم، عشان كده قرر ان هو يحضر كمان النسخه دي. اكيد هنتابع مع بعض على بقيه الايام الجايه وعلى مدار اليوم باقي الفعاليات. والان اعود اليكم مره